ما الدنيا إلا مسرح كبير. بضاعة أتلافها الهوى. أحلى من الشرف مفيش. وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. اسمع. نعم. إذا لم تكن لي والزمان شرم فلا خير فيك والزمان ضرلني. وردوني جماعة أصدقاء سيد درويش اللي أتشرف بإني واحد منهم، فإني لازم أقول كلمة بمناسبة تخليد ذكرى ميلاده ورحمة الله عليه. قعدت أتحايل عليهم يعفوني، ما فيش فايدة يا جماعة. أنا لا بتاع خطب ولا بلاغة ولا حاجة من دي. لا يا أستاذ نجيب عيب، تدفع عرضكم بلاش عين. لا لا لابد إيه لابد لابد أمرنا لله. قفلت على روحي ورصيت تقريبا صحيفتين باللغة الفصحى، طلعوا تشكيلة مش بطالة فيها أشعار برضو وفيها شوية سجع متنقيين. اتكيفت منهم قوي وحبيت أتمرن لوحدي قبل ما ألقيهم عليكم. أقول لكم الحق، استثقلت دم روحي جدا. قويتهم في جيبي من السكات، قلت لا أنا مالي ومالي المجاني بتاع السيبوي، خليها لعبد المجيد باشا بدر والدكتور صلاح الدين بيه، واتكلم انت يا واد باللغه البلدي اللي شباك التذاكر بتاعك ماشي عليها. وصممت يا اما كده يا اما بلاش. قالوا لي اما كده خلاص، اما كده اما كده. اتفضلوا. سيداتي انساتي سادتي، سيد درويش الله يرحمه ويحسن اليه ويرحمنا من بعده، كان روح هيمة على وش الأرض، روح غير مستقرة، روح بتستعجل أيامها في الرحيل من الحياة، كأن الحياة دي حمل تقيل وعايزة تتخلص منه، كأنه ضيف على الدنيا غريب ومشتاق يروح لموطن ثاني، موطن هو ذاته مش عارفه فين. كان الموت ما يغيبش أبدا عن باله، كان يفتكره حتى في مجال المرح والسرور، في أزهى سهراته. هداني مرة صورته وكتب لي تحتها: من ميت يهدى إلى أموات. ذكرياتي معاها الله يرحمه طويلة قوي، لا تقضيها إذاعة ولا اثنين ولا ثلاثة. ذكريات فيها الوداد والإخلاص والتقدير، وفيها المشاحنات والخناق والغضب والرضا والضحك والعياط برضه. أذكر مرة كنا على خلاف كبير وصل لحد الخصام، وأراد صديق لنا اسمه محمد أغيب جايين يصلحنا مع بعض، وجمعنا في بيته وابتدينا نتعاتب في زعيق وشخص، واتطورت الخناقة إلى مشدة عنيفة ما كانش ناقصها إلا نقوم نمسك خناقة بعض. وعلى غفل عصفور كناريا كان متعلق في قفص مطرح ما احنا قاعدين، ابتدى يزقزق. هو زقزق من هنا وعقل الشيخ سيد زقزق وياه. اما انطور يجري، افتكرته انا بيدور على حاجه يحذفني بيها، ما اشعر الا وايده على زر النور وراح طافي الكهرباء. ومن سكات خد العود وهات يا غنى، فاتت علينا نص ساعه واحنا فرحين ونسمع كاننا متبلدين، وانتقلنا في عالم ثاني خالص. وبرضه على غفله راح قايم وناطر العود، ولعنا النور، بصيت وشه لقيته كله دموع. اقول لكم الحق، نزلت دموعي انا كمان ما اعرفش ليه. قمت بصت وطبطبت عليه وبصت ثاني وثالث ورابع، قلت له الحق عليا يا سيد، مع انه حق من اماكن هو اللي كان عليه الحق وسيبني حق كمان. المقصود خرجنا لسه حبايب، مفيش كده، لكن مسافة نص ساعة تانية شبكنا في خناقة جديدة. أعمل إيه؟ رحت نادي على عربجي وقلت له اطلع يا سيد. قال لي على فين؟ قلت له على شارع عبد العزيز، على بتوع العصافير. اشتري لي يا أخي أراضي يصلح بيني وبينك. الله يرحمك يا سيد.
كنت انسان غير كل الناس. عرفت الشيخ سيد قبل ما اشوفه وقدرته قبل ما اتعرف عليه. سمعتوا له لحن من رواية فيروز شاه كان مطلعه انا رأيت واحد بستان. اتلفت نظري بشكل عجيب وشفت فيه لون تاني غير الالوان اللي كنا بنسمعها، وحسيت كأن واحد نقلنا من عالم نايم همدان الى محيط تاني كله نشاط وصحة وقوة. اهتميت اني اعرفه واشركه في عملي وفعلا استدعيته. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم انا السيد درويش. انت؟ مش ممكن. مش ممكن ازاي بقى اللي يعمل اللحن الرقيق اللي سمعته ده يكون بالجسم الطويل العريض ده كله؟ وماله؟ هو الملحن عندكم بتاخدوه بالميزان؟ عايزين ايه؟ ملحن عيال بستان؟ برافو عليك. رحمة الله يا عزيز. تعالى عليكم ايه؟ وقمت ومسكت فيه. وقعدته وحالا اتكلمنا بالاتفاق وخلصناه. وابتدى يلحن لي اول روايه استعراضيه اللي كانت اسمها في الوقت ده ولو. الروايه طلعت في المسرح من هنا وفلوس الناس طلعت من جيوبها من هنا. الشوارع مطرح ما تمشي ما تسمعش الا الحلوه هي قامت تعمل في الدهريه ويهون الله على التحيين. والمضحك اني انا بصوتي ده اللي انتوا سامعينه دلوقتي كان عامل لي الشيخ سيد الحان تضرب تضرب وتنعاد وتكسر ايدين المتفردين من كتر التسريب، لدرجه انهم كلثوم وعبد الوهاب لو طلعوا ايامها كانوا لقوا قدامهم مزاحم جامد يجيبهم الارض. وشيء فشيء نظرتي للشيخ سيد اتغيرت خالص. روحه الشفافه الرقيقه طغت على جسمه الجامد الكبار ده. بقيت اقلق واطمئن اليه كان اللي قدامي طفل بريء. وفعلا كان طفل بريء طيب القلب سليم النيه يفرح بكلمه ويزعل من كلمه ويحب الظهر ويكره بالليل ويرجع يحب تاني الصبح. وكل ده احساس حاضر عن روح محبوسه عايزه تنطلق من قيود الجسد بتئن وتصرخ وتصور بلغتها هي لغه الارواح لغة الموسيقى. انا اظن طولت عليكم شوية لكن كمان ما كنتش اقدر تفوت فكرة الدرويش من غير ما اقوم بوجبي كاخ وصديق وزميل. لو بكيفي اقعد اكلمكم عن سيد طول الليل لكن عيب اشد اللحاف كله من ناحيتي ومن الذوق اخلي غيري كمان يتدفى. فقط احب قبل ما نفارق بعض اعبر لكم عن احساسي بالظبط لما كنت اسمع سيد يغني لحن. مش نشوة شرف، مش اعجاب بصوت رخيم، لا امتنان وشكر وهزة سرور حنيفة تجعلني ارضى عن قوميتي واعتز بمصريتي. وكاني شايف اجانب بعد ما سمعوا الالحان دي وشروقاتي. الله يرحمك يا سيدي ويجيب لك في جناته الجزا العادل اللي تحققته في الارض ولا للفوز في